السلام عليكم. حكم قضائي جديد بحبس إمام عاشور سنة. مشكلة كبيرة جدا بيتعرض ليها إمام عاشور، قصة كبيرة جدا، لكن قصة فيها أسرار، فيها كواليس. مش هجيب لك الخبر وهقول لك سلام عليكم وهسيبك وهمشي، هقول لك الخبر وهقول لك الأسرار وهقول لك التفاصيل اللي انت ما كنتش تعرفها. حلقة مهمة جدا، حلقة قوية جدا، خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع الاخبار الجريئه والحصريه لنادي الزمالك وملخصات وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. مشكله امام عاشور مشكله كبيره جدا، انا كنت عارف كواليسها من اكتر من سنه. الكواليس بدات لما امام عاشور تعاقد مع نادي الزمالك. طبعا إمام عاشور بيلعب أعتقد في حرس الحدود، لكنه كان إعارة من غزل المحلة، فالزمالك حب يشتريه من غزل المحلة، فكان الأمور المالية وقفت ما بين الطرفين على 1.5 مليون. الزمالك رفض يدفع الفلوس وغزل المحلة مصمم مش هيخلص الصفقة إلا لما 1.5 مليون دول يتم سدادهم. إمام عاشور عشان عاوز يجي الزمالك، عشان حابب الزمالك، عشان إمام عاشور زملكاوي بجد، قال لغزل المحلة أنا اللي هقوم بسداد هذا المبلغ، وكتب على نفسه شيكات، كتب على نفسه شيكات بال1.5 مليون دول. 1.5 مليون دول كان إمام عاشور بعد ما كتب على نفسه المبلغ بيهم جه المستشار مرتضى منصور، عرف الموضوع وسابه خالص يمضي الشيكات على نفسه. وبعد كده المستشار مرتضى منصور قال له انا هساعدك وانا يعني هدعمك وانا احاول ان انا يعني اساهم معاك في المبلغ ده والكلام ده كله. امام عاشور دفع 1,000,000 جنيه والموضوع وقف على 500,000 جنيه. لما وقف الموضوع على 500,000 جنيه، اللجنة الزمالك او مجلس ادارة الزمالك تم حله. طيب قبل كده كان في مشكلة على 1,000,000 دول. 1,000,000 لما كان المستشار مرتضى منصور موجود بالمجلس بتاعه، قعدوا مع مجلس ادارة غزل المحلة، بعت المستشار مرتضى منصور كابتن اسماعيل يوسف واحمد جلال ابراهيم عشان يتفقوا على جدولة المبلغ اللي هو 1,500,000 ازا توتال. وفعلا اتفقوا على جدولة المبلغ وتم سداد 1,000,000 جنيه لغزل المحلة، وتم ايقاف الحكم القضائي اللي طلع قبل كده على امام عاشور. وتدخل المستشار مرتضى منصور زي ما بقول لكم، بعت اسماعيل يوسف واحمد جلال ابراهيم عشان خاطر يقعدوا مع مسؤولين غزل المحله، ومسؤولين غزل المحله لقوا المستشار مرتضى منصور جه او بعت يعني مندوبين عنه، فقالوا خلاص هنخلص القصه وهنجدول المبلغ، ما عندناش اي مشكله فيه. تم فعلا جدوله المبلغ، ولكن تم سداد 1,000,000 جنيه من 1.5 مليون جنيه اللي كانوا على امام عاشور. وفي النقطة دي بقى تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك، ومتبقي لغزل المحلة 500,000 جنيه. إمام عاشور مش عارف يجيب ال 500,000 جنيه دول منين. الموضوع تعقد أكتر، رفعت يعني مجلس إدارة غزل المحلة رفعوا قضية تانية على إمام عاشور عشان خاطر ال 500,000 جنيه دول، وغزل المحلة كسب القضية عشان هو معاه شيكات على اللاعب ومعاه كمبيالات على اللاعب. غزل المحلة كسب القضية وإمام عاشور اتحكم عليه بالحبس لمدة سنة. طبعا كان خبر سيء جدا على إمام عاشور، وإمام أصلا الفترة اللي فاتت دي كان بيتواصل معاهم، ولكن مسؤولين غزل المحلة رافضين تماما كل الطرق الودية. للأسف أثناء ما كان إمام عاشور بيتواصل وديا مع مسؤولين غزل المحلة، كان إمام عاشور بيحاول يتكلم مع اللجنة إنهم يساعدوه ويدفعوا له 500,000 جنيه دول، ولكن اللجنة رفضت تماما وسابت إمام عاشور منه كده، إيه منه للدنيا منه للحياة. مستشار مرتضى منصور ما كانش كده، كان بيقف مع اللعيبة في أمورهم الشخصية وفي حياتهم العملية وفي مشاكلهم وفي أفراحهم وفي أحزانهم، عشان كده اللعيبة كانت حابة مرتضى منصور. إنما اللجنة يعني لجنة الموظفين اللي كانوا موجودين بيديروا نادي الزمالك ما كانوش خالص فارقة معاهم يتحبس إمام ما يتحبسش، القصة مش قصتي. وتم فعلا بعد حل مجلس مرتضى منصور، مجلس إدارة غزل المحلة اتخذ الإجراءات القانونية ورفع قضية من أول وجديد وكسبها على إمام عاشور، ويعني تم الحكم على إمام عاشور بالحبس سنة. إمام عاشور أسرته طبعا حبوا يتواصلوا مع مجلس إدارة غزل المحلة بعد ما طبعا جم
الجهة بتاعت تنفيذ الأحكام وضباط تنفيذ الأحكام في مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية عند منزل اللاعب عشان جايين ينفذوا الحكم ويعني ياخدوا اللاعب عشان يتحبس. فأسرة اللاعب يعني تواصلت مع مسؤولين غزة المحلة ووالد إمام عاشور تواصل مع المهندس حسام عزو عضو مجلس إدارة غزل المحلة، ولكن كل الطرق باءت بالفشل ولازم إمام عاشور يدفع هذا المبلغ بشكل عاجل. واللي أنا مستغرب له بقى في القصة إن اللجنة ما رضيتش تحل مع اللاعب حتى لو هتدفع الفلوس وتخصم من مستحقاته بعد كده، لا اللجنة ساعدت اللاعب ولا زمايله ساعدوه. يعني أعتقد يعني 500,000 جنيه، لو كل لعيب دفع 50,000 جنيه، 10 لعيبة هيدفعوا 50,000 جنيه، الموضوع خلص. اعتقد يعني في 10 لعيبه كبار في الفرقه، واعتقد لو 10 لعيبه سلفوا امام عاشور كل واحد فيهم سلفوا 50,000 جنيه وجمعوا الفلوس كده من بعضيهم ودفعوها لامام عاشور، ويبقى امام بعد كده يبقى يرجع الفلوس لزمايله، ولا زمايله ساعدوه ولا اللجنه اللي كانت موجوده ساعدته قالت له احنا معناش فلوس واحنا بنمر بظروف صعبه واحنا عندنا ازمه ماليه، والكل يعني غسل ايده من قصه امام عاشور والكل سابه لوحده كده في الدنيا. مشكله كبيره جدا، لازم مجلس اداره او اللجنه الجديده اللي هي اللي جايه لازم تحل الموضوع ده بشكل عاجل، لازم يتم سداد الفلوس دي بشكل عاجل عشان خاطر امام عاشور ما يتمش حبسه. امام عاشور بيمر بازمات كبيره جدا سواء من اتحاد الكوره ولا سواء من الموضوع اللي انا لسه يعني بحكي لحضراتكم. اعتقد امام حظه وحش، يعني المفروض بقى يتقرب لربنا شويه، لو يعني يهتم بالزكاه والكلام ده كله عشان خاطر ربنا يفتحها عليه. زائد ان مع الكلام ده كله الجميل ده لازم امام يبص لنفسه شويه ويبص لمستقبله شويه، احنا قدام مشروع لعيب كبير قوي 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 قوي. امام لو بص لنفسه اعتقد هيبقى في سنتين من افضل او افضل لاعب يعني في الدوري المصري، وممكن كمان نشوفه يعني لعيب مع منتخب مصر. ولكن امام ناقصه حته ضبط الزوايا اللي انا دايما بنادي بيها. امام لعيب امكانياته عاليه، ولكن امام يعني ساعات دماغه بتروح كده وساعات دماغه بتروح كده. مشكله كبيره جدا، اتمنى ان الموضوع يعدي على خير، اتمنى ان اللجنه الجديده تحل الموضوع مع امام عاشور. وصلنا لنهايه الحلقه، وفي النهاية لو زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك الجريئة والحصرية وملخصات وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلا لزر الجرس. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو، وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.